وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطلقه راس من عندنا؟ ستان واكبر معوق لحركه يتساءل الناس عن التراقص وهز الوسط امام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستوريه في مصر. يتساءل بعضهم على ما ترقص ايها الاحمق، ويتساءل اخر على ما تتمايل كالنساء ايها الاهطل، واخر يقول على ما تهز وسطك ايها الابله، واخرون يتساءلون على ما تخرج زوجتك او ابنتك او مع الاسف امك لترقص امام اللجان يا عديم المروءه. هذه تساؤلاتهم. أما تساؤلاتي، هل تهز وسطك لارتفاع البناء والعمران في شوارع القاهرة وبقية المحافظات؟ أم ترقص لإنجاز العاصمة الإدارية الجديدة التي لا مكان للمسكين فيها ولا حواليها؟ هل ترقص لارتقاء وسائل المواصلات لمستوى الإنسانية أم لحوادث القطار المتكررة التي يكون ضحيتها الفقير والغلبان؟ هل ترقص لفرحتك على مستقبل وطن زاهر؟ أم ترقص لانخفاض الأسعار أم لانهيار الدولار؟ هل ترقص لارتفاع معدلات الفقر التي وصلت لثلاثين مليون مصري؟ أم لارتفاع نسب البطالة وتزايد الوافدين على المقاهي؟ هل ترقص لتطورنا في المجال العلمي والتكنولوجي؟ أم ترقص لخروجنا من تصنيف مستوى التعليم؟ أما أنت يا منتمياً لحزب ما يسمى بالنور زوراً وبهتاناً، لقد أسأت للحيتك التي تزين بها أشرف الخلق، وأساءت زوجتك مع الأسف للنقاب الذي ارتدته أمهات المؤمنين. أما أنت يا منتمياً لحزب ما يسمى بالنور زوراً وبهتاناً، فلا فرق بينك وبين الراقص برشوة الكرتونة، بل أنت أسوأ منه، فهو يرقص بوسطه وأنت تتمايل بوسطك على أنغام نانسي وتتراقص بدينك ومبادئك. إذن بقي منهما شيء أم لا؟ أما أنت يا منتميا لحزب ما يسمى بالنور زورا وبهتانا، لا تدع حماقتك الشخصية تتصاعد حتى تشارك في انهيار مستقبل وطن. أم أن نعم ستدخلك الجنة أم أنها ستزيد النعم؟ حيرة بداخلي وارتباك وأسف وحزن عميق يعلوه شيء من القرف عندما أشاهد بعض أبناء بلدي يتراقصون أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ولكن ما يصبرني ويصبر الأحرار ويزيح الهم عن قلوبنا أن هؤلاء ثلة من المنتفعين أو السذج أو المغيبين أو الجهلة. أما غالبية الشعب المصري فهو واع لما يجري، رافض لما يحدث، غاضب على الراقصين، حاقد على المجرمين. ومن لا يصدق فليتابع صفحات السوشيال ميديا وسيرى الحقيقة. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطلقه راس من عندنا؟ ستان واكبر معوق لحركه الاشباح من 3-7 الف قتل مش دوله حقيقيه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطلقه راس من عندنا؟ ستان واكبر معوق لحركه الاشباح من 3-7 الف قتل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مباشر مصر. رحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. دكتور مختار أهلا بك. مرحبا أستاذ محمد وبجمهورك الكريم. أهلا بك. أدلى بعض المصريين بأصواتهم اليوم على ما تسمى التعديلات الدستورية التي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، وتسمح له بتعزيز سلطته إضافة إلى تعميق دور القوات المسلحة وإنشاء مجلس للشيوخ. ظهر السيسي في أول تفاعل مع التعديلات التي تثير جدلا مبتسما أثناء إدلائه بصوته في أحد مقرات الاقتراع شرقية العاصمة القاهرة في لقطات نقلها التلفزيون الرسمي. سبق أن صرح السيسي في مقابلة عام 2017 بأنه لا ينوي تعديل الدستور وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، لكنه لم يعلق على الموضوع منذ موافقة البرلمان مبدئيا في فبراير الماضي وحتى ظهوره للتصويت. قبل أن نناقش هذا الأمر مشاهدين الكرام، دعونا نتابع هذا الكليب. هذا الفيديو ليس للسيسي وهو يدلي بصوته، ولكن هو حديث سابق للسيسي عن التعديلات الدستورية. نتابعه سريعا ثم نعود. عايز أقول لك على حاجة، في مصر ما فيش مجال لديكتاتور خلاص. في مصر هيتم تداول السلطة كل أربعة، ما فيش مجال لحد يقعد. أعود إليك مرة أخرى دكتور مختار. إذن ما فيش ديكتاتورية، ما فيش ديكتاتور، لن يسمح ببقاء ديكتاتور، كله بالدستور والقانون. شر البلية ما يضحك. أنا يفسي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالح واجعله لوجهك خالص. اللهم آمين. يعني شر البلية ما يضحك كما يقولون. بداية تحية لأهلنا في مصر، تحية لأهالي الشهداء والمصابين والمعتقلين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم. تحية لأسيادنا في المعتقلات، وقبل ذلك تحية للرئيس الشرعي الرئيس محمد مرسي، رئيسنا رئيس مصر. لكن كل هذه المهزلة التي تجري في مصر ما هي إلا انقلاب، ويجر وراءه بعض الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. مهما فعلوا لن يحصلوا على شرعية دستورية حقيقية، لأن الشرعية هي اختيار الشعب، والشعب قد اختار رئيسا ومجلسا ودستورا من قبل، منذ عام 2011 و2012، ثم انقلب عليه العسكر بشكل واضح في انقلاب عسكري واضح المعالم في 30/6 و3/7، وتحولت مصر بعد ذلك إلى عزبة العسكر. فهذا الأمر ما يسمى بتعديلات أو غيره كلها لا ينفع الشعب سلخها بعد ذبحها. الشعب مكلوم لأنه اغتصبت إرادته، وتحولت مصر من دولة مدنية ديمقراطية حديثة كما كان يريدها الرئيس مرسي إلى عزبة العسكر كما قلت، يديرها هذا السفاح القاتل الذي قتل وشرد واغتصب وأضاع الأموال ونهبها، نهب الثروات وأعطى للصهاينة ما لم يكونوا يحلموا به من قبل. فأما عما يسموه بالتعديلات الدستورية فهذا كذاب أشر. يعني لا، قل لي ماذا قال منذ أن ظهر على السطح يعني كوزير للدفاع، ماذا قال في كلمة واحدة وصدق فيها؟ ولا كلمة، ولا كلمة. لا، هو لا يرغب في حكم مصر، وكان طبعا يخطط لحكم مصر، وقال ذلك في أفضح نفسه فيما سماه بالأحلام الخاصة بالسيسي والساعة بتاعته إلى آخره يعني، وحديثه مع مساعديه الذي تم تسريبه في قناة مكملين وغيرها من القنوات. لكن دكتور مختار، ما أهمية من وجهة نظرك، ما أهمية هذه الصورة أو هذا الاستفتاء بالنسبة للنظام نفسه؟ وطبعا نحن لا نعترف بهذا النظام العسكري الذي جاء على الدبابة،
إنما هو كما هو واضح من الصورة التي تعرضها هي مجرد يعني أشخاص عسكريين استولوا على السلطة بالقوة العسكرية. فهذا النظام نظام باطل لا يمكن أن يعترف به الشعب المصري بأي حال من الأحوال. وأعتقد أن ما حدث في مهزلة تعديل الدستور في 2014 في يناير 2014 ثم منذ وقت مبكر جدا ثم في ما يسمى بانتخابات الرئاسة أو بعدها النواب أو الرئاسة 2018 كلها لا تقارن بالمرة بما حدث في 2011 و2012 بالأعداد التي وصلت إلى 30 مليون و25 مليون في الرئاسة و26 مليون في التعديلات الدستورية، لا تقارن 2 مليون ولا 3 مليون، ثم طبعا بقدرة قدر تصبح 30 و40 يعني كما قالوا في 30/6 أن على 300 ألف أنهم 40 مليون يعني. هذه المقاطعة الشعبية هو وعي شعبي يدرك متى ينزل لأن هناك ديمقراطية حقيقية ومتى لا ينزل لأن هناك ديكتاتورية عسكرية. فهذه بالنسبة إليهم هي تحصيل حاصل. أولا هذه النصوص التي يسمونها الدستور لم يحترمها هذا المجرم ولا أفراد أركان عصابته ولا يوم واحد. وجاءت هذه التعديلات المسمى بالتعديلات الدستورية لأمرين. الأمر الأول طبعا يخص هو شخصيا في أن يزيد من سطوته ويطيل مدته خوفا من المحاكمة يعني. خوفا من المحاكمة طبعا لو وصل كما هو يصبو والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لو وصل إلى ما يصبو إليه في سنة 30 يعني 78 سنة 80 سنة انتهى أو قارب على الانتهاء عمره إن لم يكن قبل ذلك يعني وتكون المدة طالت بين الانقلاب وبين سنة 30 فمسألة بقى المحاكمة وما إلى ذلك هيبقى زي بونوشي كده مسألة ليست هي بالمسألة القوية يعني. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني إحكام القبضة العسكرية أكثر على مصر وتقنين ودسترت ما تم من مخالفات دستورية في خلاف الفترة السابقة مثلا على سبيل المثال ما حدث من محاكمة المصريين أمام القضاء العسكري بالمخالفة للدستور بشكل واضح فجاءت بلفظة صغيرة داخل هذه التعديلات لدسترت أنه يجوز للقضاء العسكري أن يحاكم المدنيين بكلمة أو المنشآت التي يحميه فقط. كلمة هذه أصبحت المدرسة التي يمكن أن يحميها الجيش وفقا للقانون 136 وتعديلاته. بالمناسبة السيسي نفسه لما عندما أقدم على موضوع القانون 136 أدله سنتين. هذا مجلس العار مجلس الدم هذا الذي اختارته المخابرات العسكرية والمخابرات العامة هذا المجلس مد هذا القانون 5 سنوات كاملة لتصبح مصر تحت رحمة القضاء العسكري المصريين تحت رحمة القضاء العسكري 5 سنوات أخرى عن 7 سنين كاملة من سنة 2000 في نهاية 2014 إلى شو بقى يبقى نهاية 2021 لكن كله بالقانون يعني كله عملوه لا هذا القانون مخالف للدستور فيحاول أن يدستر ما فعلوا مثلا بالهيئات القضائية وإصداره لقانون مخالف للدستور فيدستر ذلك في مواد الدستور بأن هو فعلا هو من يختار من بين 5 يرشحه يتم ترشيحهم من أقدم 7 في كل هيئة قضائية ثم يعمل إحكام أكثر على الهيئات القضائية بما يسمى بالهيئة القضائية العليا التي تضم أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويضم كل الهيئات القضائية في يده ويكون هو رئيس هذا المجلس. مجلس الدولة عكسه قليلا وكل ما كان يرفع له الدستور 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 فمجلس الدولة أصبح الآن
أزال منه أو نزع منه بعض الاختصاصات بأنه يحال إليه فقط مشروعات القوانين، ولكن لأخذ الرأي فقط وليس رأيه ليس له دور كما كان ولا رأي ملزم في شيء. هذه يعني بعض اللي أما التعديلات الأخرى مثل مجلس الشورى وما إلى ذلك فكلها كلام للاستهلاك المحلي. الهدف هو كان المادة 140، الهدف أن يصبح أن تصبح مصر ملك للجيش وليس الجيش ملك لمصر مع الأسف. دعنا نشرك معنا عبر الهاتف دكتور عبد الموجود الدردير رئيس مركز الحوار بواشنطن. دكتور عبد الموجود مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين. أهلا بك دكتور عبد الموجود. في البداية في أي إطار ترى هذه التعديلات الدستورية بالتحديد الاستفتاء الآن على التعديلات الدستورية في مصر؟ يعني أنا لا أريد أن أناقش المنطق باللا منطق، فما يحدث في مصر الآن هو اللا منطق ولا يمكن مناقشته بصورة منطقية، ولا يمكن الحديث عن مصر الآن بأنها دولة أو أن البرلمان هو برلمان. الحقيقة تقال أننا نعيش في مهزلة طرف. نعم ربما هناك مشكلة في الاتصال مع نعم الدكتور عبد الموجود. أعود إليك مرة أخرى دكتور مختار، لكن يعني المشاهد اليوم مشاهد مؤسفة للغاية ومحزنة. يعني ماذا يمكن أن يتوقع من مثل هذا؟ يعني مشاهد الرقص أمام اللجان، هم نفس المجموعة وقبلها الكراتين، نفس المجموعة نفس الأشخاص المؤجرة من سنة 2014 في أول مشهد انتخابي في استفتاء على تعديلات 2014 وحتى اليوم هي نفسها، هم نفس الأفراد نفس الأشخاص. حتى ستجد في الحلقات التلفزيونية لبعض البرامج في التلفزيونات التابعة لهذا العسكر هم نفس الأشخاص أيضا الذين يتم فتحهم عشرات المرات بأنهم مكررون بشكل معين، وهم من يرقصون وهم من يتحدثون وهم من يذهبون للمجمعات السلكية ويصورهم أحمد موسى وغيرهم، هم نفس الأشخاص. فلا ضير لا أن يكون هؤلاء ملكا للعسكر فيفعلوا بهم ما يشاء، لكن هذه ليست مصر التي نعرفها. مصر التي نعرفها مصر المحترمة المسلمة المتدينة حتى لو لم بالنسبة للإخوة النصارى، لكن هذه المسألة بهذه الكيفية يعني لا يمكن أن نسمي هؤلاء يعني بأبناء مصر الحقيقيين الذين يخافون ويحبون مصر، وإلا كانوا وقفوا وقفة كما وقف الشعب في الخارج مثلا الشعب المصري بالمقاطعة وعدم تصديق هذه المهازل التي تحدث. المهم يا أخي محمد أن المسألة هو أن هناك انقلاب عسكري باطل، وما بني على باطل فهو باطل كما يقول الدكتور الدرديري لم يكمل كلامه. المسألة كلها يعني مهزلة من البداية. لا أنا أتحدث عن تعديلات دستورية في حين أن في حقيقة الأمر في عندي مشكلة أكبر وأعظم هي انقلاب عسكري يعني بدون تعديلات دستورية، واستمر السيسي لا قدر الله ما الذي يحدث؟ ما هو يهدم الدستور كل يوم ولا يحترمه. طيب خلينا ننتقل مرة أخرى للدكتور عبد الموجود الدرديري، عاد إلينا رئيس مركز الحوار بواشنطن. أعود إليك مرة أخرى دكتور عبد الموجود فيما يتعلق بآخر ما تحدث به دكتور مختار عشري بأنه يعني فكرة أنه حتى لو ما عدلش الدستور ممكن يقعد، لكن ما هي أهمية أن يكون كل ديكتاتورية كل استبداد يكون مشرعا بهذه الطريقة عن طريق التعديلات الدستورية دكتور عبد الموجود؟ أكرر مرة ثانية تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتور مختار وتحية للأحرار المصريين في كل مكان سواء كانوا في خارج مصر أو في داخل مصر الذين يؤلمهم ما يحدث لمصر. هذه مسخرة بامتياز. بعودة لسؤال حضرتك، يعني ما يحدث في مصر بداية من الانقلاب هو رغبة في أن تكون السلطات، يعني هو الانقلاب
برغم كل ما يملك من آلات عسكرية وكل ما يملك من أجهزة إلا أنه يخاف من أن يتحرك الشعب المصري أو أن يقول لا أو حتى يعبر على صفحة الفيسبوك بأي تعبير مناسب له. لذلك هم جبناء، هم خائفون، هم مرتعبون بالرغم من كل ما يبدو من مظاهر السلطة. مظاهر السلطة الحقيقية هي التي تأتي في جو من الحرية، هي التي تأتي في جو من الأحزاب والمعارضة. هذه مظاهر حقيقية هي التي تأتي في جو من حرية الاجتماع، حرية الحركة. لكن الوضع الحالي كما ترى فحقيقة أنا يعني أنا في بعض الأحيان ما بسترحش لمن يحاول أن يتحدث بمنطق في وضع اللامنطق اللي احنا نحياه، ان هناك انقلاب اتى ضد الديمقراطيه المصريه. لم ياتي الانقلاب فقط ضد الرئيس مرسي، لكن اتى ضد اراده الشعب المصري حتى نضع النقاط. وكل من يعترض، كل من يقبل بالانقلاب ولا يؤمن بالديمقراطيه ولا يؤمن بالقيم الحقيقيه للديمقراطيه. فلذلك الان ما يشغلني ليس فقط، انا احترم من يقول، من يذهب ويقول لا، وطلبت منهم رجائي ان يلبسوا لباس يعني يكون فيه لون من العلم المصري بحيث الابيض والاحمر والاسود، معبرين على اعتراضهم بدون سيقولوا لا، انا احترمهم. لكن انا واحترم طبعا المقاطعون، انا شخصيا مقاطع وادعو بالمقاطع لكن احترم الاخرين. لكن سيد الفريق، الفاجعه ستحدث بعد انتهاء الاستفتاء. الكل الان سيكون امام حائط سد. القائد سد يقول ان هذا الاجرام على كل المستويات السياسيه والاقتصاديه والجماعيه. هل تتخيل انه يبيعون اصواتهم بكراتين للغذاء؟ يعني لماذا يحتقرون فرائض؟ ماذا يحتقرون الشعب المصري ويبيع له الكراتين، يعطون الكراتين مجانا؟ لماذا يحتقرون الشعب المصري ورئيس جامعه؟ انا يحزنني ان الاستاذ جامعه ان يصل هذه المهانه وهذا الانهيار لرئيس جامعه يرسل طلاب بدرجات، يرسل طلاب بتخطيط. هذا استغلال للفقراء المصريين. انا استغل الطلاب ان وقفوا المهم ما المني، وانا استغلني ان يصل الحال بهذه الصوره في مصر. لذلك حقق نصل لي الان هو ماذا نحن فاعلون. انا اظن ان حركه ان الشعار باطل. أتمنى وأكرر هذا الكلام في أكثر من مكان، أن أريد كل من آمن بأن هذا النظام باطل وأن هذه التعديلات باطلة أن يلتقي سويا، فننتقل من الشعار باطل إلى مشروع باطل إلى حركة باطل تقبل كل الجميع، تقبل الليبرالي واليساري والقوم والإسلامي والمسيحي، تقبلهم الجميع لمشروع وطني، عقد وطني جديد يخرج مصر والمصريين. لأن ما يحدث في مصر هو انهيار الدولة، انهيار المجتمع، ولا يمكن أن نستمر في هذا النفق المظلم الذي حضر الرئيس الدكتور محمد زلفي. علينا أن نلتقي سويا حتى نخرج من هذا النفق. ابقى معي دكتور عبد الموجود، سأعود إليك مرة أخرى وأرحب بضيف انضم إلينا أيضا، السيد المستشار محمد سليمان رئيس محكمة استئناف السوهاج. سعادة المستشار مرحبا بك معنا. يا أهلا وسهلا. في أي إطار ربما الآن تحدث من وجهة النظر أيضا القانونية أو القضائية، في أي إطار ترى ما يجري من استفتاء على التعديلات الدستورية سعادة المستشار؟ هو نوع من أنواع العبث والاستخفاف بالشعب والاستخفاف بمستقبل الوطن ومستقبل المواطنين. ما يحدث مجرد شرعنة لبقاء السيسي حتى عام 2030 أو حتى بعد عام 2030 مجرد صورة، مجرد ديكور للخروج أمام العالم بأنه في استفتاء وأن الشعب يجلي براءته وأنه النتيجة تتجاوز 93 ولا 94%. نزول الشعب مجرد صورة لن تغير في النتيجة مطلقا، والأبطال الجميع لأن النتيجة نوع من أنواع الاستخفاف والعبث. لكن فيما يتعلق بالمواد المعدلة أو مواد تعديلات الدستور، هل يعد الخطير فيها فقط المادة 140 التي تتيح للسيسي البقاء حتى عام 2030، أم أن هناك أيضا مواد خطيرة ضمن هذه التعديلات؟ لأنه سمعنا هناك مواد تتعلق بالقضاء أيضا. نعم،
المادة 140 طبعا مادة خطيرة جدا وتتعارض حتى مع نص المادة 226 من الدستور التي حظرت إجراء أي تعديل على المادة 140 فيما يتعلق بمدد الرئاسة. ولكن للأسف جاءت صيغة المادة 140 تخالف أي منطق قانوني أو دستوري في العالم. مادة تم صياغتها لمصلحة شخص بعيني، شخص الحالي بعيني، مادة تخالف أي منطق قانوني، ليس لها أي علاقة بالدستور أو بقانون. هناك المواد أخرى تتعلق بالقضاء، متعلقة بميزانية القضاء، التعديلات أشراكت السلطة التنفيذية في وضع ميزانية القضاء والرقابة عليها. نعم. عد انتقاص خطير جدا من استقلال القضاء. التعديلات شملت استحداث ما يسمى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يرأسه السيسي، وأوكل أوكلت التعديلات إلى هذا المجلس المزعوم اختصاصات، بداية من تعيين القضاء وتأديبهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم للصلاحية، كل الاختصاصات التي كان يختص بها مجلس القضاء الأعلى. ما هي خطورة هذه المواد المتعلقة بالقضاء بالتحديد سعادة المستشار؟ خطورة هذه المواد أنها جعلت كل أمور القضاء في يد السيسي منذ عامين استصدر القانون بتاع تعيين رؤساء الهيئات القضائية. بموجب التعديلات دي يبقى يتحكم في تعيين رؤساء الهيئات ويتحكم في تعيين معقول النيابة العامة من أول السلم القضائي إلى نهايته. جميع القضاء أصبحوا كل شؤونهم فيما يتعلق بتأديب القضاء وتعيين القضاء وإعارات القضاء جميعها أصبحت في يد السيسي، يعتبره يرأس هذا المجلس. السيسي بموجب هذه التعديلات موكول إليه اختيار رؤساء الهيئات القضائية، موكول إليه في مادة تعيين النائب العام، بدلا من أن كان الأمر موكولا لمجلس القضاء الأعلى هو المختص باختيار النائب العام ومجرد أن السيسي يصدق. نعم. لا، التعديلات منحته كمان اختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وهو الذي يختار به. طيب ابقى معي سعادة المستشار، سأعود لك عود مرة أخرى لضيف الاستوديو دكتور مختار العشر. إذن دكتور مختار، كل هذه الصلاحيات يعني بالدستور تشرع للسيسي، يعني تكون دستورية في النهاية بكل هذه الصلاحيات التي تتعلق بالقضاء وتتعلق بغيرها، حتى الأول منها والذي يجب تصديق عليه هو بقاء السيسي نفسه حتى عام 2030. هل يعني هذا أدعى للاستقرار؟ يعني هل هذا يستقر به النظام من وجهة نظرك في المرحلة المقبلة، أم أنه يثير غضب الناس في النهاية؟ لا، هي الناس لسه مش مقتنعة بهذا الكلام بالمرة. يعني أنا قلت حضرتك قارد بنزول الناس في أيام انتخابات التي كان يديرها حسني مبارك، ثم ما حدث بعد ثورة يناير انتخابات 2011-2012، ثم ما بعد الانقلاب العسكري من أول 2014 وحتى اليوم، ستجد الفرق شاسع. ما كان ينزل في أيام حسني مبارك اللي هي النسبة هي نفس النسبة التي تنزل الآن بنفس الطريقة، لكن أضيف إليها أن الناس بقت ترقص أمام لجان ويصوروها علشان يبقى يعني يبقى فيه نوع من الحشد. وقارب بينها وبين وعي الشعب عندما كانت هناك ديمقراطية حقيقية مدنية حديثة، والناس عندها أمل في التغيير الحقيقي، وكيف كان هناك في انتخابات مجلس الشعب والشورى في سنة 2011 وأول 2012 كان أكثر من 30 مليون، ثم ما نزل في انتخابات مجلس رئاسة الجمهورية أكثر من 25 مليون وأكثر من 26 مليون في أثناء الاستفتاء على الدستور، وما يحدث الآن من أول 3 مليون اللي هو كانوا في أيام الاستفتاء الأول، والاستفتاء الحالي لن يصل إلى 2 ولا 1 مليون كمان، لكن هم المجموعة التي نراها كما نرى يعني.
وما حدث في انتخابات ما يسمى بانتخابات مجلس الرئاسة أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة مجلس النواب أقصد في خلال 2015 و2014 و2018 هم 3 مليون أو 3.5 مليون أو 1 مليون أو 2.5 مليون على حسب التقديرات اللي تم. هذا وعي من الشعب بأن ما يحدث هو مسرحية هزلية وأن هذا نوع من التكريس للاستبداد وأنه غير مقتنع بما يحدث وإلا كان نزل بالملايين كما نزل في 2011 و2012 عندما شعر بأن صوته له هو حر وأنه لن يتم تزويره وأنه سيؤدي إلى تغيير حقيقي في مصر. أما ما يحدث الآن فهو عدم قناعة بهذه الأمور التي تحت. أعود وأقول منذ متى منذ أن جاء هذا الرجل وقال كلمة واحدة وصدق فيها وأي دستور تم احترامه في خلال الفترة السابقة؟ إذا كان هذه التعديلات الدستورية أكرر أن هذه التعديلات أو ما يسمونها بتعديلات هي محاولة لشرعنة ما تم الاعتداء عليه في المواد الدستور 2012 المعدل في 2014 هو نسف كل ما يسمى بالدستور ما يسمى دستور وقام بكل المخالفات الدستورية التي يمكن أن تتصورها سواء بالنسبة للقضاء أو لغيره فيريد أن يشرع هذه المخالفات ويضعها في الدستور. كويس. وهنا السؤال دكتور مختار يعني كان هناك يعني بعض الأمل لدى الكثيرين بأنه في 2022 هي سلطة واقع سلطة أمر واقع الآن في 2022 يعني هو يمكن يمشي يمكن يحصل انتخابات الدنيا يكون في تغيير لكن الآن هو زاد سنتين ويتيح لنفسه فرصة الترشح مرة أخرى وإذا كان عايش في سنة 30 هيتم التعديل قبلها علشان يوصل لـ40 و50 طيب الناس ربما كان عندها أمل أنه يحصل تغيير يا أستاذ محمد الآن بعد شرعنة ودسترت هذا الاستبداد هل ده يثير غضب الناس أم أنه النظام ربما يستقر بعد ذلك؟ لا طبعا لا هو لن يشعر باستقرار إطلاقا وإلا ما كان هناك داعي لكل هؤلاء المعتقلين في المعتقلات ولا الاختفاء القسري اليومي ولا التعذيب ولا 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 هذا ما يحدث هو تعبير عن ضعف النظام وليس قوة النظام لأن النظام المستقر في بلده لا يقوم بمثل هذه الممارسات اللا شرعية واللا قانونية. لماذا لا يطبق القانون إذا كان مستقرا؟ لماذا لا يطبق؟ لأنه أصلا سارق والسارق هو يخاف على نفسه هو ليس سارق فقط هو سارق وقاتل وأتى كل وخائن بمعنى الكلمة بكل ما أوتيت الكلمة من معاني قانونية ودستورية ومعاني أخلاقية أيضا. طيب دعنا أعود سريعا للدكتور عبد الموجود درديري حتى لا نطيل عليه. دكتور عبد الموجود ربما نفس السؤال هل بعد شرعنة هذا الاستبداد بتعديلات ما تسمى التعديلات الدستورية وأمام العالم تظهر بأنها تعديلات دستورية وبالدستور وبالقانون كل شيء الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا لكن في النهاية تتيح هذه التعديلات للسيسي أن يظل في الحكم حتى عام 2030 كان هناك بعض الأمل لدى البعض بأنه 2022 تخلص المصيبة وتنتهي الكارثة ويكون في أمل لشيء جديد. الآن هل ما حدث الآن يثير غضب الشارع أم النظام مرتاح وأمن أن يخرج الشارع في مصر في مظاهرات رافضة لهذا النظام؟ توقعي بإني لا ليس هناك استقرار في مصر. لو كان هناك استقرار لا تم كما تفضل دكتور مختار تم إجراءات عادية إجراءات قانونية عادية كان تم في المظاهرات كان تم ليس هناك حتى رفضوا إنه هو مجموعة من القوى المدنية أن تقف عشرات يقفوا أمام البرلمان للاعتراض فقط للاعتراض عشرات من ضمن المليون. فلذلك هذا النظام حقيقة أنا سياسيا هو يحفر قبره بعمق. هذا النظام لا أظن أنه سيكتب له نجاح فترة طويلة لأن ماذا سيحدث؟ هو الآن يكون كل السلطات في يده كل السلطات بمعنى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية الآن أصبحت في يد إنسان لا يفقه إنسان خائن بكل المعاني إنسان خان رئيسه وأقسم على الدستور ثم خانه
ثم اعتقل ايضا الفريق عنان ووضعه في السجن فقط لانه اراد ان يترشح. هذا النظام غبي غباء شديد، ولذلك اتوقع انه سينفج النهايه القادمه حتى تجعل الشعب المصري اتباعه للاسف يبدو ان باعوا عقله. لذلك انا استغرب على اي مصري انه يستطيع يصوت على كانه يصوت على سجنه، كانه يصوت على ديكتاتوريتي او جبروتي او ظلمه، يعني من يصوت على هذه؟ انا في ظني انه تقريبا فقد عقله او لا يفكر او لا يستطيع ان يفكر. لكن لماذا سيحدث الفريق الاخر؟ هناك من كان يظن في الداخل والخارج، بالمناسبه الخارج يعلم ان هذه تمثيليه وان هذه فقط استمرار لهذا الوضع. فالان من كان يظن انه سياتي خير من هذا النظام، من عاش هذا الوقت ان الرجل هذا سيمر بعد 9 سنين من الحكم وهي ينقل مصر من فشل الى فشل على مستويات عده، انا اظن لابد ان نفيق جميعا ولابد ان يتم الحوار الوطني الجامع الذي يستطيع، صدقني لو اتحدنا هذا النظام احدى اسباب بقائه واستمراره هو تفرق القوى المعارضه. لو القوى المعارضه اتحدت على مشروع وطني استطاعت ان تتحرك بقوة نحو التغيير. وننظر حولنا، ننظر للسودان الشقيق والجزائر الشقيقة، هذه تجارب عملية أن إرادة الشعب لا يمكن مهما كان العسكر أو من يقف معهم لا يمكن أن يقف ضده، وتجربة 25 يناير ما زالت حاضرة. فأنا مستبشر لأن المستقبل بسبب انهيار هذا النظام وبسبب ارتفاع الأسعار والفشل الاقتصادي، الفشل السياسي والفشل الاجتماعي، الفشل التعليمي، فشل الصحة، أنا أظن هذه ستكون محفزات للشعب المصري أن يتحرك حتى يأخذ حرياته بيده. أشكر شكرا جزيلا دكتور عبد الموجود الدرديري رئيس مركز الحوار بواشنطن، كنت معنا عبر الهاتف ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. أعود سريعا للمستشار محمد سليمان رئيس محكمة السناف سوهاج السابق. سعادة المستشار، أين تكمن الانتهاكات ضمن هذه التعديلات؟ لأنه يعني هناك الكثير من وضح هذا الأمر بأن هناك انتهاكات ضمن هذه التعديلات حتى تعديل المادة 140، أين تكمن هذه الانتهاكات بالتفصيل دكتور سعادة المستشار؟ انتهاك ورقة الاستثناء نفسها تتعارض مع نص المادة 157 من الدستور التي اشترطت عند إجراء تعديل أن يستفتى يتم استفتاء المواطنين على رأيهم في كل مادة على حدة. أما أن يكون باستفتاء مجمل على كل المواد هذا مخالف لصريح نص المادة 157، هذا أمر يتعارض مع الدستور. الحديث عن تعديل معذرة دكتور، يعني الاستفتاء دستوريا ليابد أن يكون كل مادة يستفتى فيها على حدة، على حدة المواطن يقول رأيه كل مادة على حدة وليس في وفي النتيجة كل مادة إما تقبل أو لا تقبل بمفردها. نعم. وفي النتيجة تعلن النتيجة أنه استفتاء المواطنين على المادة كذا، عدد الأصوات الموافقين أو الرافضين على كل مادة منفصل. أما أن يتم استفتاء المواطنين على كل المواد جملة واحدة هذا يتعارض مع صريح نص المادة 157 من الدستور. هذا يبطل شكل الاستفتاء من الأساس. الحديث النقطة الأخرى، الحديث عن تعديل المادة 140 وما يتعارض مع صريح المادة 226 التي خضرت إجراء أي تعديل على مدد الرئاسة. طب مع كل هذه الانتهاكات قانونيا وقضائيا ربما، هل يعني يمكن قبول ذلك من الناحية القضائية، أن يقبل القضاء بأن يكون هناك إشراف على استفتاء لتعديلات دستورية تنتهك الدستور في الأساس؟ للأسف القضاء في محنة شديدة. النهاردة خرج عضو مجلس إدارة نادي القضاة على أحد القنوات ليعلن أن صياغة التعديلات بصورتها الحالية تضمن الاستقلال التام للقضاء. أنا لا أدري كيف تضمن الاستقلال التام بعد أن انتزعت اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وأسندت إلى السيسي بداية من تعيين القضاء إلى عزلهم. كيف تضمن هذه التعديلات استقلال القضاء وقد أشركت السلطة التنفيذية في وضع موازنة القضاء والرقاب عليها بعدما كانت الموازنة مستقلة
ويقوم على شؤونها رئيس مجلس القضاء الاعلى ولو خصصته وزير الماليه عليها. للاسف القضاء في مهنه شديده، هناك حاله من اللاوعي، من الثبات العميق. للاسف لم نشهد او لم تشهد مصر في تاريخها مرحله اصعب من تلك المرحله التي يمر بها القضاء فيها. واين القضاء، الشرفاء سعاده المستشار؟ هل هم مبعدون؟ هل هم يخافون ان يتحدثون؟ ما الذي يحدث؟ منذ الانقلاب معظم رموز تيار استقلال القضاء هم الان ما بين اسير او معزول عن القضاء، وللاسف باقي القضاء يتم التعامل معه مع القضاء بمنطق سلس المعز وذهبه، اما ان تكون طوع ارادتنا فتبقى في منصبك وتبذل لك الاموال، او انك ستعترض ويكون مصيرك كمصير قضاء من اجل مصر او مصير قضاة البيان هو العزل. غير مسموح لاي قاضي بالحديث، اي حديث يستشعر منه انه يعارض الانتهاكات التي تحصل. وسط هذه الفكرة أشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار محمد سليمان رئيس محكمة استئناف سوهاج السابق، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. قبل أن أعود إليك دكتور مختار، دعنا نشاهد هذا الفيديو يعني فيديو منتشر على صفحات السوشيال ميديا بالتحديد على صفحات الفيسبوك، تتحدث عن إجبار بعض المواطنين على المشاركة في الاستفتاء من قبل جهات أمنية. خلينا نتابع هذا الفيديو ثم نعود. انا اجاني بس انت لما تنزل على بعد اذنك يا باشا، انت ما تقوحش، ما احنا واقفين على رجلينا، بس انت عشان انت مالك انت حق يا باشا. ماشي انت ما تقوحش عشان انت معانا 3 ايام ليه؟ معانا 3 ايام يا ابني الفني، في عربيتين تقدر تعمل مش هتطلع غير بفلوس، فانت كده كده واقف وطاش انت عايز، انت كده كده بقول لك انت واقف وطاش. بص لا ماشي، طب ليه ايه لازمته الموضوع اصلا يا باشا؟ انت يا باشا ما تقوحش بس يعني انت معلش، انت انا راجل على سفر ورايا مصالح وامتحانات وكليه. يعني حتى الأصوات يعني لم يكتفوا بالرشاوة، لم يكتفوا بالمغريات الكرتونة والزيت والسكر، حتى بالإجبار بالقوة لازم تنزل تشارك. كيف ترى هذا المشهد دكتور مختار؟ أنا ليس مستغرب، يعني ليس مستغرب، يعني ما حدث من رئيس أحد الجامعات بالأمس وحديثه للطلبة بأن اللي هيجيب مادتين بس يشارك يبقى هينجح. معنا الفيديو كامل هنعرضه الفيديو كامل عشان برضه هذا يبين ما يحدث. ويقف العربيات وينزل الناس بالقوة، ولازم تدخل تدلي بصوتك، حتى بهيدلي بصوته في اي مكان وفي اي حتة كده يعني، ولا مش عارف والله. يعني هذا الكلام حقيقة، اللقطة مهمة جدا دكتور. نحن في مصر العبيطة، فلا تستغرب شيء الان في ظل هذا الانقلاب العسكري، وضع منقلب في كل شيء من كل النواحي الأخلاقية الاجتماعية الثقافية الدينية، كله منقلب كل شيء. يعني أصبح الإلحاد يدعى إليه، وفي حين أن الميكروفون ممنوع في الأذان، ويعني فكل شيء منقلب كل شيء. ليس مستغرب أن تقوم الجهات الأمنية التي تفعل الأفعال في شعب مصر من قتل وتعذيب واختطاف وإخفاء قسري وغيره، أنت أن تقوم بذلك يعني شيء طبيعي. وهذا برضو يوضح مدى الرعب الذي فيه والضعف الكبير الذي فيه هذا النظام، ولو هو متأكد من نفسه وعارف أن الشعب يعني مصدق التمثيلية دي، هيجبر الناس على أنها تذهب بهذه الكيفية، سواء كان بال احيانا كما فعل رئيس الجماعه اللي تحدثت عنه بان هو يعطي الجزره او العصا كما يفعل هؤلاء. وهي المصيبه، اعود لكم مشاهدينا، معظم على فكره المصالح كان توقيعها في مكان الانتخاب. يعني انت جيت حضرت النهارده لازم التوقيع هناك. ومع الاسف رئيس جامعه القاهره، هذه الجامعه العريقه التي لها ما لها، أن يتحول رئيس جامعة القاهرة إلى
ما يشبه نبطش الافراح، والناس كلها عارفه يعني ايه نبطش الافراح، اللي بيقعد يتكلم على النقطه ويتكلم مش عارف مين بيحيي العريس، بالضبط نفس المشهد لا يمكن ان تفرقه عن نبطش افراح البلدي، الافراح اللي بيكون فيها راقصات وخمر ومخدرات لا يمكن ان تفرقها تماما. ويعني خلينا نشوف رئيس جامعه القاهره ازاي بيتكلم بيتحدث مع الطلبه عشان يخليهم ينزلوا يستفتوا او يدلوا باصواتهم، طبعا اكيد بنعم يعني عشان تعمل الصح في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. خلينا نتابع ما قاله هذا الاراجوز، واعتذر لكنه هو اراجوز فعلا. خلينا نقول ماذا قال. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مين بيحب مصر؟ مين بيحب مصر؟ عشان انتوا شباب زي الفل، وعشان انتوا اللي هتصنعوا المستقبل لازم مش تنبسطوا النهارده بالفن بس. انا اعلنت ان في مفاجاه يوم 24 ابريل نخليها 1 جنيه، سلام على 1 جنيه، نعمل مفاجآت 24 ابريل. كل طلاب المدن الجامعيه اعفاء مصاريف شهر رمضان. كل طلاب المدن الجامعيه اعفاء مصاريف شهر رمضان. طب كمان في ولاد من ولادنا قبل ما بيتخرجوا يبقى نصهم 5%، ايوه، وبيعيد السنه ويقعد على ماده ولا على مادتين، ينفع الكلام ده؟ لا مش سامع. لا تحيا مصر، تحيا مصر. 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس. مش جايبه معاه، احنا هنتخرجك وخلي 5% على جامعه القاهره. ومين كمان؟ مين اللي ما دفعش المصاريف؟ كل ده لا على حسابكم بقى. كل طالب ما دفعش المصاريف لحد دلوقتي اعفاء من جامعه القاهره. وكمان عندنا اجازه 25 ابريل مش كده؟ و29 طب وهنيجي بينهم؟ ما ينفعش. الله يغفر شر البليه كده. رئيس جامعه القاهره الذي يعني يضرب به المثل في كل وقت من الاوقات السابقه الى ان جاء الانقلاب العسكري وتحول الى اراجوز، بيوزع نقطه و5% من مش عارف ايه واعفاء واقتراحت يعني يوزع من مال ابوه وقاعد يعفي هذا ويعفي ذاك، عايزين 5% بس بشرط ان انتوا روحوا بقى للانتخابات او ما يسمى بالاستفتاء. بس كل هذه الرشاوى يعني 5% اعفاء واعفاء مصاريف رمضان، واللي ما دفعش مصاريف اعفاء، واجازات من 25 29 ما ينفعش نيجي ما بينهم، كل في الاخر عشان يسمع الكلام ويروح عشان يستفتى. ما جاي الحته اللي هو بس يروح الاستفتاء دي، بس بشرط الاستفتاء ان هم يذهبوا للاستفتاء. ما كانت الوقفه دي بمناسبه الحديث عن الاستفتاء طبعا وما الى ذلك. طبعا حقيقه هذا امر محزن. مصر لم تعد دوله كما مصر التي نعرفها. طب عندما يكون هذا من المفترض انه في موقع رئيس جامعه، يعني قدوه، من المفترض انه قدوه، ازاي ينعكس المشهد ده على الطلبه، على طلبه جامعه القاهره؟ يعني كيف اذا كان هذا يعني رب البيت، طب فما بالك بالطلبه ورئيس القسم ولا الاستاذ الجامعه اللي كان جايب رقصهم في الفصل وخلى واحد يقلع البنطلون؟ ما يعني ما هذه مصر
بتنحدر يوما بعد يوم في كل النواحي، ليس فقط من الناحية السياسية ولا من الناحية على المستوى الإقليمي والدولي ونظرها بيتراجع، لا، وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأخلاقي يعني وعلى المستوى الديني أيضا. هذا كله ينعكس على أخلاق الشباب وعلى التزام الشباب، وبالتالي يصبح الأجيال القادمة يعني لا تستغرب أن البعض منهم يبحث عن الإلحاد والعياذ بالله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذا الانقلاب العسكري البغيض، لأنه كان سببا في كثير من هذه المشاكل في مصر. طيب نخرج إلى فاصل سريع ثم نعود لاستكمال حلقتنا معك دكتور مختار. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. مسيرة تانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من المشرق كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التعليم علي وعلى أهلي، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ وأكبر معوق لحركة ألف إشباح 37 ألف قتل مش دولة حقيقية. مسيرة تانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من المشرق كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التعليم علي وعلى أهلي، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ وأكبر معوق لحركة السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. أعود وأرحب بضيفي دكتور مختار العشري المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. دكتور مختار أهلا بك. مرحبا يا أخي. تحدثنا قبل الفاصل عن مع المستشار محمد سليمان عن بعض الانتهاكات فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالقضاء. نعم. وأيضا مواد أخرى هي في النهاية وهي المقصودة أصلا من التعديلات هي مخالفة أيضا للدستور. نعم. فلو تحدثنا أيضا في ذلك. نعم. دكتور مختار. نعم، قلنا أولا أن يعني هذا الدستور هو ينتهك كل لحظة من هذا قائد النظام العسكري وزبانيته، ينتهك كل يوم وينتهك من مجلس العار هذا بإقرار قوانين يصدرها هذا المجنون، كلها قوانين مخالفة لهذه الوثيقة أو هذا التعديل لدستور 2012 الذي وضعوه بأيديهم في سنة 2014. أستاذ محمد، الأمر الذي يجب أن يعني نحفظه جيدا أن هناك مواد تعتبر هي يعني يسميها فقهاء الدستور مواد فوق دستورية، بمعنى أنها مواد لا يجوز المساس بها. مثلا المادة 2 من الدستور التي تتحدث عن منذ سنة 71 وحتى في دستور 23 فيما سبق على أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لا يجوز مساسها. والمحكمة الدستورية قالت في ذلك شعرا في أحكام كثيرة. تمام. كذلك في بعض المواد زي مثلا المادة مع خلافنا مع هذا التعديل الذي تم في 2014، إلا أن المادة 227 من المواد التي كان ينادي بها ولا زال ينادي بها أيضا فقهاء الدستور في كل وقت وفي كل حين، ومنهم قضاة المحكمة الدستورية العليا، تقول المادة 227 يشكل الدستور بدباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. يعني ما يجوز أن أنا أحط أنظر إلى أمر بعض المواد تتضارب مع بعض المواد ولا تكمل بعضها البعض. تمام. فلما أجي أقول في المادة 226 في عجزي في آخر فقرة فيها في نفس تعديله، وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل الدستور تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
نص صريح. نص صريح او بمبادئ الحرية والمساواة. ثم بعد ذلك ما لم تكن يمكن يكون التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات. طبعا التعديلات دي لا فيها ضمانات ولا فيها غيره خالص، بالعكس بل فيها مزيد من الدكتاتورية، لكنها فضفاضة يمكن العمل عليها يعني. لا انا اقصد الخاصة بموضوع مدة رئيس الجمهورية، ما فيش فيها مسألة ضمانات خالص، بالعكس فيها رجوع لما قبل ثورة يناير. وقلنا ان هذا الانقلاب الذي قام به العسكر هو عدو لثورة يناير 2011، وجاء بكل ما جاء به من أفعال أو أقوال أو تشريعات يريد مسح كل ما تحصل عليه شعب مصر من ثورة يناير، ومنها مسألة الانتخابات للرئاسية أو مجلس النواب، ومنها مدد الرئاسة التي نص عليها في دستور 2012 وأقروها هم بأنفسهم في 2014. فلما أجي أقول إن الدستور يجب أن يكون متماسكا مترابطا يكمل بعضه بعضا، وأم مادة بتقول لي لا يجوز المساس لا يجوز التعديل في انتخابات أو مدد الرئاسة بتاعت رئاسة الجمهورية، وأم معدل المادة 140 بهذه الكيفية، يبقى أنا مخالفة صريحة بأخالف لما أجي أتكلم عن استقلال القضاء ومواد كثيرة في استقلال القضاء في المقدمة وفي الدباجة وفي غير، ثم أتي بهذه المواد التي جاءت بها هذه التعديلات وإن رئيس الجمهورية وبرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يبقى أنا كده بمس استقلال القضاء مسا مبشرا وبعمل تضارب في مواد الدستور. هذه المادة 227 والمادة الخاصة بالمصدر الرئيسي للتشريع وبعض المواد أيضا التي كانت موجودة في النصوص 2012 قبل التعديل والتي أزلوها، هذه كلها تعتبر مواد لا يجوز المساس بها وتعتبر مواد فوق الدستورية. طيب خلينا نتابع معنا أيضا دكتور مختار هذا الفيديو. أحد نواب ما يسمى بالبرلمان الحالي النائب أحمد طنطاوي يستغيث، خلينا نتابع ماذا قال سريعا مشاهدين الكرام ثم نعم. بعد ساعات سوف يكون المواطنون المصريون مدعوون إلى الاستفتاء على تعديلات دستورية إذا ما تم تمريرها لا قدر الله، فإن ذلك سوف يعني تكريس هذا الواقع الأسوأ والتضحية بالدستور الباطل. حملات الدعوة للموافقة على التعديلات الدستورية اللي جرت في ظل منع تام للصوت المعارض اللي كان يملك الحجة والبرهان والقادر على إقناع الناخبين بكارثية هذه التعديلات، جرى معظمها في إطار من الكذب المصفى والتدليس الممالك. تمرير هذه التعديلات بهذا الشكل لن ينتهك فقط روح الدستور المكسب الوحيد اللي تحصل عليه المصريون بعد ثورتهم في 25 يناير حتى وإن لم يفعل، لكن وهدي بالحفاظ عليه حتى يأتي من يؤمن به ويطبقه، لكن كذلك سوف يعني بشكل ما اعتراف بالإجراءات والسياسات اللي تمت على مدار الأعوام الماضية، وربما بشكل آخر تفويض بأنها تستمر مين عارف يمكن بصورة أبشع في السنوات القادمة. مش عايز أطول في المسألة دي، لكن يعني الرضا عن أداء اقتصادي أظن أن مصر لم تشهد يعني أسوأ منه على مدار عشرات إن لم يكن مئات الأعوام الماضية. خطة فرضها الصندوق وترتب عليها اشتعال الأسعار، رفع الدعم عن غير المستحق بالتوازي وربما قبل المستحق، استمرار لمعدلات البطالة، الدين العام اللي كان في السنة الأولى من حكم السيد الرئيس بندفع في خدمته 193 مليار، السنة دي بندفع 541 بالإضافة إلى 276 مليار اقساط. يتبقى الفتات في الموازنة، بعدها نقتطع من مخصصات الصحة والتعليم ثم عود إليك مرة أخرى دكتور مختار. هذا حديث طويل للنائب أحمد طنطاوي فيما يسمى بالبرلمان، تحدث في أمور حساسة جدا وشائكة دكتور مختار. تحدث عن تكريس حكم فرد من خلال التعديلات،
تحدث عن المحاكمات العسكرية رافض لها، تحدث عن صفقة القرن، تحدث عن سد النهضة والتفريط في مياه النيل، تحدث عن التفريط في تيران وصنافير. ما يعني هذا الكلام وهذه الأحاديث عن هذه الأمور الشائكة بالتحديد؟ أو يعني إذا نحسبه أن يكون صادق في هذا الكلام، يعني هو يعبر زي ما يعرفه جميع المصريين الآن من خيانة هذا النظام لمصر وبيعه لثرواته في التفريط في تيران وصنافير أو مياه النيل أو في الغاز البحر المتوسط، أو يعني خيانته لشعبه ومحاولة مصادرة حرية هذا الشعب كما يحدث الآن، بالإضافة إلى تجويع هذا الشعب الوصول كما قالت السفيرة السابقة للولايات المتحدة في مصر ألبرت روسون عندما قالت أن سيأتي وقت ويطالب المصريون اليهود الصهاينة في أن هم ينقذوهم من الجوع، وهذا ما تأمله وهذا هو المخطط له وهذا هو ما ينفذه هذا النظام العسكري مع شعب مصر. لا يعني محاولة تجويع وإفقار ومحاولة للوصول إلى الاستغاثة باليهود أن يكونوا هم حكام من النيل إلى الفرات، وبداية بصفقة القرن وما وراء ذلك. فنحسبه أن يكون صادقا في هذا وعبر عما يجيش فيه وعما نتحدث فيه بسنوات طويلة لإيقاظ الشعب ليعرف ماذا وقع في خديعة، وأنه وقع في خديعة كبرى منذ 36، وأنه أصبح بعد أن كان يبني دولة ديمقراطية أصبح تحت وطأة حكم عسكري فردي فاشي قاتل مجرم سفاح هو وعصابته التي تحكم البلاد. لكن الحقيقة هذه المعطيات لا تؤدي إلى النتيجة التي قالها. النتيجة التي وصل إليها أن الناس تنزل وتحشد لتقول لا، هذا كلام فاضي، لأن سواء قلت لا أو قلت نعم النتيجة يعني محسومة بالنسبة لهذا النظام العسكري اللي هو بيطلع النتيجة بتاعت 99.9. بالعكس أنت تساعده عندما هي تنزل فتقف في الطوابير فيقول شوف شعب مصر كله نزل يقول نعم سواء قلت لا أو قلت نعم. فهذا طبعا النتيجة التي وصل إليها نتيجة حقيقة مخيبة، كان على العكس إن هو يعني الأمر مسألة، أما بقى مسألة إن هو يبقى في هكذا برلمان بهذه الكيفية فهذا أمر أيضا يعني أدعوه إلى أنه هو يترك مثل هذه الأماكن التي يتواجد فيها. طيب دكتور مختار، فيما يعني يتعلق بحملة باطل التي دشنت قبل الاستفتاء، نعم وكثير تحدث على أنه هذه الحملة ربما تكون نواة لتوافق الاصطفاف المعارضة أو الاصطفاف المناهضين للانقلاب العسكري، نعم. متى إن لم يكن حانت الفرصة الآن، متى يكون هذا الاصطفاف؟ لطالما طالبنا هنا في هذا المكان وغيره إلى هذا الاصطفاف، وإن في محاولات كثيرة فعلا لهذا الأمر وفي تقارب أفضل من الأول، لكنه لا يصل إلى المستوى المأمول في أن يكون هناك يعني وحدة في الـ في الـ في الهدف وفي الفهم لطبيعة المرحلة وكيفية العلاج أيضا والوصول إلى 6 حتى الآن. يعني نعم أنت تتعامل في الخارج، الخارج لن يحل الداخل، يعني بداية الخارج لن يحل الداخل، لكن أنت تبحث عن التوافق في الخارج، لكن ممكن أن يكون الخارج نموذجا للداخل. ربما نعم هذا صحيح، وربما الداخل قد سبقنا أحيانا يعني في بعض الأمور، يعني في بعض الحالات كانت هناك، لكن لظروفهم طبعا التي هم فيها لا يستطيعوا التعبير عن ذلك بشكل علني. لكن الحقيقة واجب أن يتحد كل المقاومين سلميا وحتى المعارضين الذين يؤمنون بالنظام لكن يعارضوه معا للوصول إلى حل أو حلت على الأقل الوضع بهذه الكيفية التي نراها من أسوأ من سيء إلى أسوأ كل يوم في مصر بهذه الكيفية
التي جاء بها التعديلات الدستورية معبرة عن هذا الحضيض الذي وصلت إليه مصر بالتراجع عن وكأننا في 56 أو 54 مرة أخرى. ما هو العامل الرئيسي في يعني عدم الوصول إلى اتفاق حتى الآن دكتور مختار؟ والله هناك محاولات كما قلت، لكن ربما يكون يعني استباق النتائج وكأننا انتهينا من الانقلاب، استباق النتائج وما بعد سقوط الانقلاب الخلاف حوله ربما يكون من أسباب التأخر هذا الاصطفاف بشكل واضح. يعني ماذا بعد الانقلاب؟ هذه النقطة، وكيف يكون السيناريو للمرحلة الانتقالية وما إلى ذلك، بعودة الرئيس أو أن يفوض غيره أو إلى آخره. يعني هذه الأمور بيتم التقارب فيها يوما بعد يوم للوصول إلى صورة أمثل تتم بها يعني مزج كل الشخصيات وكل أيضا الهيئات. لكن التي لماذا لا يتم التركيز على فكرة ما قبل الدخول لمرحلة انتقالية أو ما قبل؟ لا، هو الصور بالضبط. يعني احنا نحن متفقون جميعا على هدف هو إسقاط الانقلاب، عظيم. إذا إسقاط الانقلاب حتى نتفق الأول نسخة الانقلاب وبعدين نتكلم فيما بعد، مش كده؟ لا، يعني ما هو نتكلم فيما بعد يعني هنختلف فيما بعد؟ لا نختلف فيما بعد، إنما أيضا نتفق على الأقل على المبادئ، وهذا ما تم. يعني هو تم اتفاق على المبادئ التي يمكن التحدث فيها فيما بعد سقوط هذا الانقلاب، لأن هذه المبادئ بتأخذ مش خاصة بس بالمعارضة أو بالمقاومين في الخارج. معنى أولاً تم الاتفاق أولاً يعني يكون في كيان قريب يا دكتور مختار؟ هو حدث في بعض الحاجات، يعني منها الجبهة ومنها ما قبله في من تجمعات أخرى، ولو يمكن أن يكون هناك يعني تفاهمات لما هو أبعد من ذلك قريبا إن شاء الله. لكن أقول بمنتهى الوضوح أن يعني هذه الأمور لا تهم فقط المعارضين والمقاومين المصريين، وإنما تهم العالم كله، أن مصر يعني محط اهتمام كل العالم. وكما قلت قبل ذلك أن من قام بالانقلاب العسكري ليس المجلس العسكري، وإنما من قام بالانقلاب العسكري هي الدول الغربية، ونفذها المجلس العسكري وبعض الساسة المغفلين للأسف الشديد في مصر، ومولها بعض الدول الإقليمية مع الأسف. طيب دعنا نخرج الآن إلى تغريدة وتعليق سريعا مشاهدينا الكرام. أول تغريدة للأستاذ محمد عبد الباقي يقول: كل من اتهم الإخوان المسلمين بأي نقيصة ظلما وكذبا وافتراء فضحه الله على رؤوس الأشهاد حقيقة وواقعا وصوتا وصورة، وعلى عينك يتاجر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور باطن مش نازلين. محمد عبد الباقي، وصور لكراتين. نعم، تحيا مصر. لا، بل أكثر من ذلك، كل من اتهم الإخوان بنقيصة فيما أسوأ أو قال عنهم قولا فاسدا كما قيل عن الحرائر مثلا في رابعة، أصابه الله في أهل بيته بما قال عن الحرائر في رابعة، وهذه عيانا أمام أعيننا في كثير من الناس الذين تقولوا على الحرائر في رابعة. طيب التغريدة الأخرى لشريف دياب يقول: انزلوا خدوا الكرتونة اللي فيها أكل ولو في فلوس، خدوها وادخلوا صوتوا بلا على التعديلات الدستورية. ودي تغريدة لمحمد طباخ يقول: غزوة التعديلات الدستورية 2019 أيوة لنصرة الشريعة والدفاع عن العقيدة التي كادت تضيع لولا أبطال حزب النور الأشاوس. طبعا 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 طبعا، أنا يعني يوما بعد يوم يعني يتضح أن هؤلاء المخبرين يعني ما كان لهم إلا أن يفعلوا ذلك. يعني مع الأسف هذا وضع الطبيعي، يعني احلق اللحية وخليك في الاسم مرشد وخلاص.
طيب التغريدة اللي بعدها أيضا مشاهدين الكرام، خالد علي: نسبة اللي بيقولوا لا كتير، انزلوا شاركوهم وقولوا لا بغض النظر عن النتيجة اللي هيعلنوها. إعلان نتيجة تصويتك على صفحتك، إعلن نتيجة تصويتك على صفحتك لا للتعديلات الدستورية. هو ده يعني مثال لحاجتين. أولا للمعارض الذي يخالف المقاوم، المقاوم هو من لا يعترف بالنظام ولا يعترف بهذا الباطل. هو معارض، الراجل ما قالش مقاوم. أنا وهو معارض، ولذلك ينزل ويقوي شوكة هذا النظام لأنه جزء من النظام. المعارضة جزء من النظام. هو بيقول وبالتالي هو بغض النظر عن النتيجة اللي هيعملوها اللي هيعلنوها، يعني هو متخيل إن فيه متخيل إن لا اللي هو كتبها دي هي اللي هتظهر نتيجتها. يبقى هذا نوع بقى. الأمر الثاني إن لازال للأسف الشديد في نوع من الغفلة السياسية عند البعض الذين يعتقد أنه يحترف السياسة، لكن في حقيقة الأمر هو لو فكر قليلا قليلا، ده مجرد ان انا اقف طابور خلاص اتصور على ان ده طابور اللي داخل يقول نعم، واللي موافق على التعديلات، شعب مصر موافق على التعديلات السورية، مجرد ان الناس تقف طابور. بالعكس هو الاماكن الخاوية كما حدث في الخارج، لكن هو هي النتيجة مشهورة. خالد هو الرد الطبيعي على هذه المنزلة، تصويته بلا امام العالم ان احنا رافضيين وان احنا كذا، لا يعني ولا تسوي شيء. لا تسوي شيء. ماشي، شكرا جزيلا دكتور مختار العاشر، مستشار القانون لحزب الحريه والعداله، كنت معنا في الحلقه من مباشر مصر. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه، وحتى نلتقي في امان الله.